عروض باوربوينت باستخدام استراتيجيات التعلم الحديث. بصمة معلم. مطابق لاستمارة تقييم أداء المعلم والمعلمة من قبل المشرف التربوي والقائد والوكيل. ولقد وفرنا عرضا شاملا وكاملا مطابق لاستمارة التقييم لكي نرفع من جودة المعلم. فالاستمارة هي العملية التي فيها إصدار حكم حول أداء المعلم من الناحية المهنية، ويقوم بإجراء هذه العملية كل من القائد والوكيل والمشرف التربوي للتأكد من النمو المهني المستمر لدى المعلم. عرض المادة العلمية بتصاميم مميزة ومشوقة لكي تجذب المتعلم وتشد انتباهه ولا يشعر بالملل، وتصل المعلومات بطريقة سلسة ومبسطة. يحتوي كل درس عما لا يقل عن 4 استراتيجيات للتعلم الحديث لكي تجذب المتعلم ويكون هناك تفاعل من قبل المتعلمين وإيصال المعلومة بطريقة سلسة ومشوقة. يحتوي كل درس عن رؤية المملكة العربية السعودية 2030. نتحدث عن دور المملكة العربية السعودية ودعمها في كافة المجالات وحرصها واهتمامها، وعن رؤية 2030 وتطلعاتها المستقبلية. يحتوي كل درس عن برنامج فطن لتوعية الطلبة وتثقيفهم وإبعادهم عن الفكر المنحرف وتوعيتهم بمخاطره. يحتوي كل درس على فاصل تعليمي نشط لكسر الروتين وزيادة تفاعل الطلاب. يحتوي كل درس على معلومات إثرائية لزيادة ثقافة الطلاب وإثرائهم بمعلومات مفيدة ورفع لمستواهم الثقافي. يحتوي كل درس على مهارات حياتية لكي يلامس واقع الطلاب ويكون له أثر في حياتهم وسلوكهم. يحتوي كل درس على مراجع ومصادر لكي يتعلم الطلاب مهارات البحث والرجوع إلى المصادر والمراجع لتلقي المعلومات الصحيحة. يحتوي كل درس على حل لجميع أنشطة الدرس لكي يسهل على المعلم إيجاد الإجابة الصحيحة وتوفير الوقت والجهد. يحتوي كل درس على حل لأسئلة التقويم توفير الوقت والجهد لكي يسهل على المعلم إيجاد الإجابة الصحيحة. يحتوي على عدة صور: تقديم المعلومات والأفكار الجديدة في صورة سهلة وبسيطة ومفهومة. يحتوي على مقاطع فيديو المساهمة الفعالة في تنمية القدرات الذهنية لحل المشكلات بطريقة علمية. بصمة معلم.